اهلا بيكم في دورة تحليل السلوك التطبيقي، المحاضرة الرابعة الجزء الاول. احنا بنتكلم في المحاضرات اللي فاتت عن البيئة المحيطة بالسلوك، وقلنا ان اي سلوك بيتم بناء على اسباب، وان السلوك بيتم في سياق بيئي. السياق البيئي بيكون اما عبارة عن سوابق للسلوك او لواحق للسلوك. قلنا كمان ان سوابق السلوك دي احنا بنقول عليها مثيرات او مثير قبلي، ولواحق السلوك هي مثيرات برضو بنقول عليها مثير بعدي اللي هو الاستيمولس. وقلنا ان السلوك نفسه معناه بيهافير، واختصار السلوك هو البي او البي اكس او الريسبونس اللي هي الاستجابه. يعني ممكن في السلوك انا اتكلم او في موقف معين في التحليل ممكن ان احنا نقول عليه استجابه. الاستجابه معناها ريسبونس او بيهافير او سلوك. طيب النقطة اللي انتوا بتتلخبطوا فيها هي نقطة التصنيف ما بين التعزيز والعقاب كأنواع لعواقب السلوك. قلنا ان عواقب السلوك او نتائج السلوك بيكون ليها نوعين من النتائج، هما تعزيز او عقاب، او لو ما حصلش اي عواقب معناها ان حصل اكستنشن للسلوك او تجاهل او اطفاء للسلوك. طيب النقطة بقى اللي احنا واقفين فيها، معنى كلمة تعزيز ومعنى كلمة عقاب. كلمة تعزيز يعني أنا بعمل حاجة ترفع السلوك أو تزيد من حدوث السلوك في المستقبل. كلمة عقاب إحنا بنعمل حاجة تخفض السلوك أو تزيل أو تخفف أو تقلل حدوث السلوك في المستقبل. معنى عقاب أو الثوابت اللي إحنا عايزين نتفق عليها إن عقاب معناها تقليل أو تخفيف أو خفض لحدوث السلوك في المستقبل. ومعنى كلمة تعزيز الثوابت اللي عايزين نتفق عليها ان احنا بنرفع حدوث السلوك في المستقبل او بنزيد من حدوث السلوك في المستقبل. احتمال جدا ان يكون احنا بنعزز سلوك خاطئ، فاحنا مش بنتكلم عن التعزيز معناها اساليب مرغوبة او سلوكيات مرغوبة او العقاب سلوكيات مرفوضة. احنا بنتكلم بشكل عام لان في ناس قالوا لي ان ازاي احنا في التعزيز احنا بنعمل تعزيز سلبي وتعزيز ايجابي، وهم عاملين خلط شديد جدا ما بين ان التعزيز رابطينه بس بالحاجات اللي هي مرغوبه. هو المفروض التعزيز يرتبط بالحاجات المرغوبه، بس انا عشان اكون اعمل تدخل لسلوك معين فانا السلوك اللي انا بتدخل فيه لازم اعرف نوع التعزيز ايه، نوع العواقب ايه، وكمان الاساليب المستخدمه. يعني الاساليب اللي انا بستخدمه للتعزيز هو سلبي او ايجابي، وهل السلوك اللي انا بعززه هل دوت سلوك مقبول او مرفوض. ما دي من اساليب التدخل، ان انا لازم احدد هل السلوك اللي انا هعززه ده سلوك مقبول او مرفوض. وان ممكن جدا يكون الام او الاهل او الاسره او اي حد بيتعامل مع السلوك المقبول بشكل عقابي او برد فعل عقابي، وممكن جدا يكونوا بيتعاملوا مع السلوك المرفوض بشكل تعزيزي. زي مثلا لما اقول للولد قوم خلص الواجبات بتاعتك وهو ما يقومش يخلص الواجبات بتاعته وانا ما اخدش اي رد فعل، معناها ان انا عملت ايه؟ ان انا زدت في المستقبل، عملت زياده لرفضه لاداء مهامه. انا عززت عنده ان هو ما يستجيبش، ان هو ما يعملش مهامه، لان انا ما خدتش اي رياكشن، ما خدتش اي يعني ما عملتش اي رد فعل على رفضه لاداء مهامه. معنى كده ان انا عززت عنده ان هو يرفض في المستقبل اداء مهامه. ده تعزيز ولا لا؟ تعزيز. هل ده تعزيز على حاجه مقبوله؟ لا، ما انا كده عززت حاجه مرفوضه. لما احنا بنتدخل، احنا بنتدخل بناء على ان احنا بنعزز الشيء المقبول وبنعاقب على الشيء المرفوض، او بنعمل اكستنشن للشيء المرفوض. لكن في الواقع قبل ما احنا نتدخل ممكن جدا يكون السلوك اللي احنا بنعززه ده يكون سلوك غير مقبول، وممكن جدا السلوك اللي احنا بنعاقب عليه يكون سلوك مقبول. ده قبل التدخل. طيب بعد التدخل احنا لما بنيجي نعمل تعزيز بنعمل تعزيز يا اما تعزيز ايجابي او تعزيز سلبي. وفي العقاب احنا كمان بنعمل عقاب ايجابي او عقاب سلبي. الثوابت اللي احنا متفقين عليها ان معنى كلمة تعزيز يعني انا بعمل زيادة في السلوك او زيادة في تكرار السلوك في المستقبل، ومعنى ان انا بعمل عقاب يعني انا بعمل خفض لاستقرار السلوك في المستقبل. السلوك ده مش هيتكرر، هينخفض. طيب يبقى الثوابت ان التعزيز يعني زيادة في السلوك، وعقاب يعني خفض في السلوك. خلاص، امتى؟ في المستقبل. تمام. طيب هنتكلم عن الاساليب المستخدمه في التعزيز. احنا عندنا اتنين من الاساليب المستخدمه في التعزيز، يا اما بنستخدم التعزيز الايجابي او التعزيز السلبي. طب
في ناس برضو من الحاجات اللي هي فيها خلط شديد عليهم ازاي احنا بنعمل تعزيز سلبي. خدي بالك وركزي في النقطة دي، تعزيز ايجابي يعني انا بضيف شيء محبب، انا بحب حاجة فعشان ماما تعززها عندي اديتني، انا بحب حاجة فعشان ماما تعزز عندي سلوك معين عطتني الحاجة اللي انا بحبها، اضافة يعني تعزيز ايجابي. او انا مش بحب حاجة فماما عاوزة تعززني فشالت من عليا الحاجة اللي انا مش بحبها، شالت من عليا شيء منفر او حاجة انا مش عاوزاها عشان برضو تعززني. زي بالظبط لما يكون مثلا انا طلبت من اختي ان هي تجيب لي وهي جاية كارت شحن، فجت هي قالت لي لا او مش كل مرة انا اللي اجيب لكم الحاجة ومش هجيب والكلام ده، فانا قلت لها طب هاتي لي كارت الشحن وانا هديكي شوكليت او هديكي شوكليت او هديكي شوكولاتة او كده. فجت هي جابت لي كارت الشحن، لما جيت انا اديتها شوكليت او اديتها شوكولاتة انا عززت، انا بعمل اضافة اهو تعزيز ايجابي، بعطيها شوكليت. عملت ايه؟ عززت عندها ان انا كل ما اطلب منها كارت شحن هتجيب لي، لان هي عارفة ان انا هديها التعزيز او هديها الشوكليت اللي هي بتحبها. طيب قلت لها هاتي لي كارت شحن، ما جابت لي، مش عايزه تجيب، رافضه ان هي تجيب. جيت قلت لها لو جبتي لي كارت شحن انا هغسل مواعين. انا عملت ايه؟ المواعين بالنسبه لها هي شيء منفر مش عاوزه تعملها، فانا عشان اعزز عندها ان هي تجيب لي كارت شحن او بطاقه شحن عشان اعزز ده عندها، قلت لها انا هغسل المواعين. انا شلت من عليها ايه؟ شلت من عليها شيء منفر. لما انا شلت شيء منفر حسستها بايه؟ بتعزيز، بحاجه ايجابيه. فاهمين التعزيز اهو؟ يبقى انا لما بعمل تعزيز يا اما بعدي تعزيز ايجابي عملت لي حاجه فانا بديها حاجه هي بتحبها، او عملت لي حاجه فانا بشيل من عليها حاجه هي مش حباها. جابت لي كارت شحن فقلت لها انا هغسل المواعين. واضحه؟ طيب في العقاب، في العقاب احنا قلنا ان احنا بنخفض السلوك. يعني بنخفض السلوك يعني بنقلل تكرار السلوك، مش عايزه السلوك يحصل في المستقبل. خلاص بعمل ايه؟ يا اما بعمل عقاب ايجابي يا اما بعمل عقاب سلبي. العقاب الايجابي يعني بضيف، افهموها بالادد، بالزياده، بضيف حاجه مكروهه مش حاببها، ده في العقاب الايجابي. في العقاب السلبي بزيل من عليه حاجه هو حاببها. طيب الولد قلت له مثلا ابن اختي قلت له خلص الهوم ورك بتاعك وكده، جه هو ما خلصش الهوم ورك فاعطيته ايموشن سيت فيس، عطيته بضيف عليه، بصي عطيته ايموشن سيت فيس، عملت ايه؟ اديته حاجه غير محببه، عطيته بعطي اهو اضافه بس حاجه غير محببه، حاجه هو مش حاببها. طيب بيتفرج على التلفزيون، وهو بيتفرج على التلفزيون او بيتفرج على كرتون عمال يرمي الحاجه على الارض، فشلت الكرتون او منعت عنه الكرتون، عملت ايه؟ شلت من عليه حاجه هو حاببها، الكرتون ده حاجه محببه ليه، شلت من عليه حاجه هو حاببها. عملت ايه؟ عملت له عقاب سلبي، ازلت من عليه حاجه بيحبها، عاقبته، اديته حرمان، حرمته من الكرتون لانه بيرمي الادوات بتاعته على الارض وهو بيتفرج على الكرتون، فعملت له ازاله، عقاب سلبي، شلت من عليه الكرتون اللي هو بيحبه. شروط التعزيز والعقاب ايه؟ لازم عشان اعزز الفرد او اعزز القائم بالسلوك لازم اكون عارفة ومتأكدة 100% ان الاداة المستخدمة او المعزز اللي انا بعزز بيه لازم يكون مؤثر. يعني ايه مؤثر؟ يعني لو بعمل تعزيز لازم الحاجة اللي هعزز بيها لازم تكون حاجة محببة، لازم حاجة هو يكون بيحبها، او اشيل من عليه حاجة هو كارهها واكون متأكدة ان الحاجة دي بيحبها. لما قلت لاختي هشيلي كارت شحن وهديكي الشوكليت، ممكن جدا الشوكليت دي هي تكون مش بتحبها او تكون مش فارقه معاها مش عاوزاها، فبالتالي انا ما عززتش عندها حاجه، انا مش عايزه الشوكليت، مش هجيب لك، مش عاوزه، معناها ان انا ما عملتلهاش تعزيز. ليه؟ لان انا ما اخترتش الحاجه اللي هي بتحبها. هبعت لكم النهارده كمان الفيديو بتاع افضليه، اختبار افضليه التعزيز، ازاي ان احنا نعمل اختبار افضليه التعزيز للطفل او للفرد عشان نقدر نعرف ايه هو الحاجه اللي هو فعلا بيحبها وفي اولوياته عشان لما اجي استخدمها في التعزيز تكون مؤثره افكت. لا قيمه للتعزيز ولا قيمه لعقاب، ما اقدرش اقول على التعزيز تعزيز لو هو مش افكت مش مؤثر، ما اقدرش اقول على العقاب عقاب لو هو مش افكت مش مؤثر. واضحه؟ ندي مثال تاني.
الولد مثلا خلص الواجبات بتاعته، فانا بعد ما اخلص الواجبات بتاعته اعطيته ايموشن هابي فيس، هابي فيس اعطيته، وانا عارفه ان الهابي فيس دوت شيء محبب ليه، حاجه هو بيحبها. يبقى انا عملت ايه؟ تعزيز ايجابي. ليه تعزيز ايجابي؟ لان انا عطيت اضافه. التعزيز الايجابي ليه اتنين من الاساليب، يا اما اضافه يا اما ازاله. وفي كل الاحوال التعزيز بيعمل ايه؟ بيرفع السلوك، بيزيد السلوك، بيساعد على تكرار السلوك في المستقبل. واضحه؟ عقاب ليه اتنين من الاساليب، يا اما اضافه يا اما ازاله. الاضافه والازاله في العقاب بيخفضوا السلوك. بيخفضوهم ازاي؟ بضيف شيء مكروه مش عايزه فبعاقبه وبضيفه عليه، او بزيل شيء محبب هو عايزه وانا خدته منه. واضحه؟ الولد عمل الهوم ورك فانا اعطيته ايموشن هابي فيس، وانا عارفه ان الايموشن هابي فيس دوت شيء محبب بالنسبه لي. يبقى انا عملت ايه؟ عملت تعزيز ايجابي. ليه تعزيز ايجابي؟ لان الهابي فيس هو حبيبها، الهابي فيس حاجه مرضيه بالنسبه له. عززته تعزيز ايجابي، اعطيته اضافه، اضفت لي هابي فيس. طيب الولد عطياله واحد اتنين تلاتة اربعة صفحات في الهومورك، وقلت له حل دول او مسائل واحد اتنين تلاتة اربعة، وهو دول يعتبروا اللود عليه، هو مش حاببهم، بس انا قلت له اعملهم عشان لما تعملهم هتاخد تعزيز معين، هعطيك هابي فيس. يبقى انا عملت لك تعزيز ايجابي. طيب لو انت جيت عملت لي اول سؤال اول مسألة وتاني مسألة،